ومساكم الله بالخير الربع. مساء الخير يا ابو يوسف، شلونك؟ عساك طيب؟ مبطين عن هالرحلات. اي والله، بس بدت ان شاء الله. ان شاء الله الله يطول علينا لبحشة. اللهم امين. بعدين وش هالفرشات هذول؟ شوف عكس. ها هذه فرشات ابو سعد. وانت خلها، ها الحق هذا. خلوا لا ما البدك. خلوا اليوم طالعين للنفود اليوم. خلوا هو يا رجل، خل يا رجل ابعد. شوف الحين هو عقد ويبيرجبك. جيت انا دائما اول سهل. هي اول سهيل. ها انا عندي اريل وقاعده، بس والله ما تشوفها. لا لا ما ابي القاعده. ها ايش تبي؟ لا بس ابي هذه. لا ما اعطيك اياها. يا ما نجي لله، انت ما تمرتبه. ما اعطيك اياها. ليه؟ بس شوف غسل غزه هذا. لا شوف قعدتي انا. وش تبيبه؟ شوف قعدتي وحنا بشبكه وعلى جالز فلت. لا احنا باكر من دوج دوج. خذ لي ابو سعود هيا لا يرتب. ها خذوه، هو قعدته فك. لا ما بهلا. شوف قعدته وين؟ ما مع الدريشه. تعال تعال اوريك انا على عندي. ها شوف. ها انا قعدتي ما هي قاعده صغيره. شوف فوق فوق. ها هذه يحصل لجتي. ورها لجتي يا ولد. هذا مهم. وش هذا؟ قبل ابعد ابعد. حطه قدام على المرتبه. تعال 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 حطه قدام. ما اشوف بمراي يا ولد. بشته ما اخذها فراش هذا يا ولد. لا بشته مشمع. حطه قدام يا ابن الحلال. يا بيشوف بمراي قصده. لا لا يشوف هو. هو مراي اللي هو. خلنا الدماء خلنا الدماء. يلا يلا سكر. بسم الله توكلنا على الله. مساك الله بالخير ابو ياسين. يا هلا يا مشنون. شلونك طيب؟ كيف الحال؟ شلالوم شرك الحال. وقف على هالولد. نبي نوقف على هالولد. منه منه منك منك مع الجهة الثانية سلطان. ومبطين عن هالرحلات يا ابو ياسين. اي والله ان شاء الله قرب بشتة. هلا 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 سلطان. الله يحييك. يا والله ابو ياسين. هلا والله شايف الخير. سكرت. بسم الله قرب البراد. ما املك البراد اللي بالحيل الحين. درجه الحراره لا تمشي الحال يعني 40 لكن عاد بالليل يكون براد. طبعا طلعتنا قريبه يعني ما هي بعيده حول نفود الصفان بهذه الجهه. بسم الله. بسم الله. شوف لي الحزاع. بسم الله. سخنا نعشق دبانا. بسم الله. ونفصل ما عن انزلاق. بسم الله. ينسم. بسم الله. كم هو؟ 40. لا تنسى مواجهة نصيب راسك النازل. لا انا بصير بحري قطعت. وين الطعسة تشتغل؟ الطعسة اللي فوق. ليش نبعد؟ اذا جانا احد يروح لنا قريب. هذا ها؟ قريب. هذا قريب بس هذاك نظيف ومرتفع حلو. هذا جمال اتغانم والله معاه. ها؟ يبي الطعس هذاك. لا اقول ان جانا احد يعني. عاد ان جانا احد نجيبه مو من بعد. يا تب. لانه مرتفع هذه كلها شبلونه حميش. بسم الله. حط حجرة. حط حجرة. ونيب يبي يطلع منها انا.
ليه حايد؟ ليه حايد؟ ها 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 والله تغبت الشمس. انت وين؟ ايه زين. شلون هذولي؟ ما ادري والله كيفكم. بسم الله. ابد اتركها بيض الله وجهك. هذا بي نشب ونكمل. يا من العافيه ابو ياسين. الله يعافيك. يا من العافيه. كل رضا لابو سعود. اهم شيء. اهم شيء. والشباب يضبطوا لنا القهوه. يا حبيبي يا ابو ياسين. الله. ها؟ تري بعذر ابو سعود برجيلي. اي والله بعذر. احنا تونا اكتشفنا الموضوع. ليه؟ بي انا ولا ابوه؟ لا لا ما قلنا انت. احنا قلنا رجيلي سلطان لو لا سلطان لا لا الحين لقب لا شاي ولا قهوه كان اقدر اركز اي اي احنا يا ابو يوسف يا بيرتب سلطان بدر ابو سعود شوف بينا لا برجيلي ما قلنا اكيد هالي فاء على سلطان على طول شوف ابو يوسف هالي فاء على سلطان انا صاد ما قلنا جرب حلال انا ما طبخ نشرب لو نشرب هالمعادل يا ربع سمعتوني قلت ابو يوسف طيب هو يبي ينظف الكاسات يبي يحطهم بالسطل يبي يزينهن وش مبلشك عاد انا هي انا مبلش هنا انه ما طبخنا هالرجال وقلنا ابو سعود ابوه ما ادري ان وعداه ابو سعود ادري ابو سعود ما هو مخطئ شوف ما دريت انه استشاره هذا مسوي مع راسه اول ها ابو بلا يعني اول ودي نجدد الته شوف انت تحاسي على من؟ حاجي على على قلت لا حد يرسل لي اليوم مو حاجي ليه؟ خط نهار يبغى بدور ريحه يحطها على حرته عندك سلطان سلطان قلت له تحمل سلطان سلطان ما حاجه شوف انت قاعد عنده ها بس ما حاجي عاد هذا ما حاجي على الصامت الصامت اي حاجيت حاجيت دبر ما هو يمي ولا انت ما ترتاح الا صار في رده فعل اي صراحه يرد عليك تبرد حرتك اما سلطان اسمع اما سلطان وانت تخانقه تنقد على روحك تستحي حجيت حجيت انا راح يضحك بس ما في فايده دور النظاره وطلع هذا المشكله اي هذا والله ما تبي ملكه تبي زواج عقد يا ما العافية السلطان بسم الله ليه انت ملكم شايل حال ايه قص الله يقف من السيارة. ايه. حرمت تقول دفاية. دفاية وصار بهواء. لا والله من السخونة. من السخونة. بس شيء أول. ها؟ ايش وين رجع؟ وين؟ أعطونا مختر. مختر. مختر الربحي. أو نعرف سب المنقل. احنا أبو سعود.
احنا ما نفهم صراحه ليه. وثاني مره اذا طلعنا ما نجرب الشبكه بد شوف لون راح بس هذا الجوال الشغله ذي هو وعدنا. انا وعد الرجل للعصر وما هو وعد ودق عليه ولا ردي يوم عنا النس مكفره هيه رفض عليه لحين يوم ما نصلي. هو غلطان يدق عليك وتنس من اليوم انت بجوالك ترى تراسل وتسلم نسيته. وتسوي وما ادري تعمل وتنزل بالتيك توك سولف علينا يا رجل حتى الجوال لا عطني اياه خلينا نحطه معي لا عطني اياه انت بالكرتون بالكرتون والله ما اعطيك اياه والله ما اعطيك اياه ترى مو مضغط حطه بالكرتون شلونكم انتم طيبين والله ما معي سؤال ولا سؤال الله انت خالق عادي خلنا نلبس الثوب اي وشو هالثوب الله انا بلشت هالحين ما ادري وين احط الملويه يا ابو ياسين أيه. ولا انا ما مقصر انا والله ما بس عايز كالموقع وش قلت لك انا المغرب قلت له حاجه ما اقدر اقول قلت لي اصبر انت ما انا صابر ما ما ادري وش انا ما اقول اشتغل انا عندي مصيبه الله يكفيني شر المصايب ايوه أيه. مصيبتين مشكلتين مع واحد مع واحد مع واحد وثاني أيه لا, لا 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 خنفس خنفس برا خنفس احسن عقرب لا شو كان حسبون وفاء لا والله اجبنا من هالصفر اجبنا يا ابو هي حجبنا من هالبي اجبنا ترى وش هذا سفر سفر المجتمع بلونجير هم بعضهم بيض هالكبر اللي بالارض هذا ايه لا لا هذا على سلها له ولا ما يجي لك بعد لا هو غرب الارض الاهرات هي قربه ما يقون يجي لك الهوى غربي وش يقول والبنت ترقى وتخمر لا ما يجي هرادي سلم بالك حلم بالك صيد وش اكبر هرادي انت كان كيب جاك العلم الشاعر كلام وش هراد كلام احنا كنا قال لك مغرب اعتبرك سذبك اجيب الدس انا اقصد بكتسند اجيب لك الدس هنا لا لا نكش 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 من الغراد اللي اعرف له عزل للعيال تحب فريال الهواء الحراديب قم اشتغل قم يوسف عزق يا تحب اسمع اسمع تبي اللي يقول صاروا اثنين على عصين مدينه هم دي سنجاره حفر لهم بالبطين الزين بين الجليبين والقاره ما ادري والله عسى ما نرحل بهم عدري يا جعت البدر والديار لا لا كلش ولاد حرام والله هم توازي يدري ما مطار حد اخر نروح انا هالحين رميت الثوب اباخذك فوق راس شوف الثوب هذا يا شوف يا مرمي الثوب ابي زمك فوق الله يرحم طرقم الله يرحم قول والله يرحم هذا الله خالي ها. ايوه ها خالي انا اشهد انه خالك الحين ادخل فوق وقول عيون والله يرحم وفقك ما تعرف انت ووي حنو شوف تاكلون اللي عملوا هذا يا اخي يا رجل سووا انت تاكلون العمل هذا والله ما ذوق لو موت يا اخي وش هذا هذا وش ود القمه هذا وش ركبه ها هذه ذي القمه وش هذه محطوط مثوبي وش تمر اي والله تمر عند ابو يسير عشان ما نرحل بها مع ادري الحين يقول اللي يسوي هو لا ذوقه ترى سوت يلا والله انا صح مبقى. انا عجنته وزبطته وانت سوى من هو انا ولا سويها يعني. ليه عجنته والله يا اخي اسم الله على النعمه بغيتها قرطه قرطه والله انا ما ابي عذره بس نوب سروالي يقع ولا والله ما ابي من العذر يمشي حلت البكر بكر تحري حنا قلنا شيء لنا الحق 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 لما نربط راسك راس الحبيب الحق 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 انت ما شفت من القاط ليه تنطو الحق 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 ابو يوسف الحق بربط راسك انت ما شفت من القاط بكر شنا بكر لا لا حبل منه الحق يا ابن حلال فارج انا بدور هواك البل وخلاص لا لا بس فارج بس فارج أبربط لا ترى اسمع هذا مروح الحبيب وامسك راسه كيف تجملك ابو طير وامسك راسه وقع وجيب اخبه الحمار والله لو انا زال ما قلبك ينقطع ها خليني اشيلك فوق والله ما انا بالحين والله لا ولا شيء نزل عليك كنت تدفع الديسكارد اقوم اقوم اقوم
عاشو شو رايك امبوي؟ كفو. شو رايك يا ذيب؟ ما يمدح الا مستحيل. بسم الله. اوي عاقنا ها؟ لو تدفنه فطش ما يلصق له ترى. اوه كفو. ايه اشهد لك الله يسلمك. والحين العمل وين؟ يخلص. يا ساتر. الملقاط مو شيء. يلا عاد احنا بنسوي عشانا عاد. اي بقى دورك. شبناه. ها؟ احنا نسنع شغلنا اللي عندنا. افطل للرجال وراك بس. ساعد ابو يوسف. لا يضيع علينا شيء من شغلنا. عاش ابو ياسين عاش. عاش ابو يوسف. كفو. جهزت؟ ايش طال عمرك يا رب يدخلك. ها الله اكبر. قطعنا. اي والله انت شوفوا. اي والله. هلا والله هلا بخطر. هلا بالعكس يا ابني. والله خليت لين لك. شوف. ليه هذا غير فاطر اروف. انا اروف اخت العمري سمح الله يحييك. تعال كل يا ابو ياسين. عاش ابو ياسين. عاش كفو. سلطان شلونك؟ حطوا على الملك هذا. خلوه يبرد برا الفراش. في واحد ريمه هو لا انا ابي المطبوخ. يلا تفضلوا. يلا جيت. لا والله انا بطنيت. يا من العافيه ابو ياسين. الله يعافيك. عز الله. خوش طبخ. الله يسلمك يا والدليل هذا ان خلصت كلنا لابو سعود ما قضى. انا اهم شيء تجوز لابو سعود طبختي. اهم شيء طبختك تجوز لابو سعود. ايوه اي خلاص. انا اهم شيء عندي ابو سعود. أما أبو يوسف له كله من جبريته. لا ما قلت من العصر أنك تبي كل واحد يأكل من اللي يسوي. أما نساعدك ونتعب ونركب. وآخر شيء أنا قلت لكم. قلت لا والله ما قلت. أنا تعال من جهة واحدة. قال لك شيء؟ لا. والله حطبنا له زينا له جبنا له الجبل جبنا له المنظر. لا ما حطب. صح أنا كم شريت والحطبين. حشرناه نقلناه. جبناه. يعني أنت ما ذقته أنت. هلا احنا ملحناك لكن انت ما ملحتنا. والله ما اقوى. ليه؟ لقمه جعان انا يوم تخلص الجمريه على خاطر هالرجل كل يوم هو يشتغل ما يخلص الجمريه. انا جعان ما يمدينا من روحي. شجعناك يا متعجل قلنا عاش ابو يوسف طخ طيخ ولا خير ولا خير. الله يبارك لك يا ابو ياسين. الله يبارك لك ابو ياسين. انا يوم خلصت الجمريه جعان ما اقوى من عند روحي. كليت انت كليت. بس الرجال جيل عازمينه عيب. ما يمدينا لقمة ما هي ذبحتك الا عامة يا رجل.
اي ما في مشكله من جمريتك وحنا عندنا طبخه انا معك واصبر يا ابو ياسين ما في مشكله انت ما احنا لقمه لو انت شبعان ما زعلت على ابو سعود يوم طلع زيده لك الفلفل حاس من الطيور ياكل انه مثل اللي عطوا الجبن الفلفل تخاف شفته يا حول لا والله اكل وانا انا اكل يسار ابو ياسين يسار بطبوخ خويا شنو هالواكل الحين ها جحت صيده ولا بالمضر هذا تبغى تخلوه تعال تعال ابو ياسين شوف الحين يقول شبعت مالي حيله شوف راح هذا اللي مالك الحيله تحضن الزبادي وطبختك ما ذاك ليه هو جاوب يبي يقرطه ايه واغمضه لا والله هذا العذر مو عذر الحين نبي نلغي التشكيع اللي صار لك المغرب ايه ونلغي تعبتنا بالحطب شريت نال ونحطه ونلغي هذا اللي جاب وانتم تاكلوه من هالكبريه شلون شلون اشونا ما دقنا هذه باكر تعجوم اي فطور والله العيشة هذه راحت والله ما في وين اجي ابغى اقلطها ما تدرون ما يحمى يا ساقتانية الخير الشرط لو حطوه ما يتدفعون كل عاش عاش والله ياكل من جمريته للحين تبس بالسلسلة شلة شبرونا فلا بهالزبادي درعم مو درعم هذا وش بلافي بزر يا اخوي هذا ما يبينا يا اخي ليه تبي تنام صيدك لا شوي عاد يبغى يجرو قبل تجرو النبو لا لا بطاريته قويه قويه بطاريتك وين بطاريتك حنا ما ادري يعني هذه سكا هو بطاريتك هو سكا لعبوه البطاريات هالوقت ما تدري به خرب وانت ما ادري تاقف هالسيارة ما بلبل ولا سنتين يمر الطنجر ولا سنتين وقفنا مرة سن بالعوجة بس تلع بلينا شطب وحنا صلي العصر المشكلة بالشطب ها؟ المشكلة ما هو كان بالشطب ما ندري حنا صلى العصر حنا نرسم نبني طق مر بالله ما بريحك نقول يا مرن الله جاب وراه ولد حديره والله ندوب حركته مر هو جيد منه طق حبل هو من هو؟ هذا حنا ندفه هاللون يوم تحرك وينتع رب الرايوه يا مر أنا طالعين للبن ونقعد عنده يومين وليل ها؟ ايه يشتغل لا بغينا نطفي نجيبه عند الوايت عشان تشركونه ونطفي وننهج الغرفة ونقيل ولا نغدي ولا نعشي ولا خلصنا نهجنا وشركنا بالوايت ومشينا وانت ما شايم اسم خاطرنا يوم جاء ثاني يوم حنا نحضر للديرة وحنا نودع الروضة مع النجال العدل يوم صعبت وبالقايل حول الساعة 11 ايوه بالقايل حنا شوية قلت البنشر طخ 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 بنشرته بنشر ايه يمر ما يشتغل ونطفي والارض حنا حولنا ما بهالوان نحش حنا خليه شغال هاهلا يطفي الجيب يبعد حي وينجح اللون حيط تحت السيارة وحنا نربع العبريتين ويفك القبر ورتب السبير والجيب شغال نحتاج انفسنا لان جيدين والله بس الحمد لله والشكر من النعم كل زاوية بلا بيشري ايه وانا كسر انا واحمد من نرد للقويع بالقيب برمضان احنا صايمين وبنشرنا وانا حطوا 80 الطالع وانا نمشي مع الويل والدخل مبيشر يمكن حوالي 20 كيلو احنا على هالحاله نمشي على كفر واحد
مع النبو وبلقى الصيام حنا نودفه وبلقى حنا نمشي ونجي سعود ونيس احنا قيلنا عندهم وقمنا نغسل قيلنا تحت الوايد وعقب رحنا يمهم يا رجل يوم افطرنا اشرب الماء انا مت يملوا لهم طاسه قالوا لا تشرب ماء اشرب شربيت خلاص موت ابدا الاسود هذا يملوا لهم عدن يا رجل واشرب يقول شوي شوي يشرب قلت ما يا مسكت الطاسه ما اطلع شكل الحمد لله وشكرا انا ترى كل ورش كل زاويه بلا ورش اي والله الحمد لله والمواطير لا لا والكفرات ما يبنشر مثل اول ودننا مهم هو ايه اول ساتك راستك يا ولد راستك في مشراط يا ولد يا ولد بهديل للبدو العلة هنا الاولى ما تجي الورشة تجي هو اليوم ثاني يوم كل يوم عند الورشة تلقى معك لياورك زي اول بلك زاوش انت باش يوميا مبشرة تلبغى النوم والله تبين نسري نسري والله يا خي شرعي يعني شوف بلبل لا تعد 12 هلا جينا 12 حنا 11 ها اخوي احنا 11 وربع اعوذ بودك الساعه 11 انت منجب والله نزلت لا شفت تلاقي السياره بعد هذه ورا ها على هوا نشوف شلون يضرب 11 الساعه بديري عادي لو جلست الليل اربع بس بلبل نومه يلا يا سلطان صفطنا حنا احنا ما لنا هالفرشات هذول باقي لهم الله يونس انتم تنامون هنا صح؟ احنا شري احنا بنتونس الى ما نصبح اول وقت لا ترسم يا خذوا لي هالفرشات لا والله هذا الفرش ما له داعي تربها ذاك بس لا يجيك راح لك تجيك صراع الخط لا والله ابها طايش والله العظيم كود الدير سيارتي لا ليه الدير؟ الديره يدير هاللون مشان يظل لنا صوت ما يحتاج جرب فراشك ورا شو تحب شو البيت مثوله اسمع شو ترى البيت مثوله هذا تبي تقهوى عنده الصبح صراحه توصل شيء ابو يوسف سلامتك طال عمرك وين فراشك توصل وسلم الفرو بس لا ما تجون باكر والنبي انت تعال بس العمد هي طول عمرك معه مع الطويل ومقدي الجيران والروحة هتغدي في هالقايلة موضوع حيو صح ايش رايك؟ ما تشفع هنا لا لا ابشر بشر هبا تجي تحرنا ننتظرك ها مشينا يلا بسم الله تسمعوا على خير الربع يا مرحبا يا مرحبا الله يسهل عليكم تسمعوا على خير هلا مع السلامة. السلام. اشتروا ما وجهتم. ما وجهنا للطيف. بسم الله. رصيدكم. تمسوا على خير الربع.